حسنت حكومة أردوغان استغلال اللحظة ومضت بسياسة ترويض الجيش بمهارة. هل أتمت المهمة؟ طبعا لا، لكن ثمة قناعة هنا أنه لم يعد سهلا على الجيش إسقاط سيده المفترض مرة أخرى. طبعا اليوم كمان في شيء آخر ربما بيعكس قوة النظام، إذا صحت الأخبار وقناة المنار قالت بأنه الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تركية، يعني كما أنه النظام الرئيس بشار الأسد يقول لتركيا إذا قربتي والله لكسر رجلي. يعني هذه إشارة تعليق على هذا الآن الخبر العاجل أنه أردوغان أقر بسقوط طائرة تركية في سوريا. هل يعني انتهت القصة بهذه الطريقة ولا بداية مواجهة أخرى؟ يعني هذه كرة ثلج، يعني عمليا ما هي سورية كمان بدها تريد أن توصل رسالة إلى تركيا أنه أنتم الآن أصبحتم ممر لشحنات الأسلحة اللي ترسل من قبل السعودية وقطر ودول خليجية أخرى إلى المعارضة في سوريا. بده يقول لهم وبعد يعني انه تفضلوا انتم بتاذونا احنا باذيكم كمان. الشيء الثاني كمان رساله للحلف الاطلسي انه انتم احنا مش ليبيا، سوريا ليست ليبيا، تعالوا قربوا وشوفوا. ما هي طائرات تركيه، ما هي طائرات حلف الناتو وطائرات حديثه، يعني عمليا اسقاط من يسقط طائره تركيه ربما يستطيع اسقاط طائرات بريطانيه، طائرات امريكيه، طائرات فرنسيه. هذه الرساله. نحن نعيش كما قلت في خطابي أمام مجلس الشعب حالة حرب حقيقية بكل جوانبها، بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. وعندما نكون في حالة حرب فكل سياساتنا وكل توجهاتنا وكل القطاعات تكون موجهة من أجل الانتصار في هذه الحرب. في الختام، المواطن يبحث دائما عنا كمسؤولين، دعونا نحن نبحث عنه، دعونا نسعى إليه لكي نسأله ماذا يريد قبل أن يأتي إلينا ليقول لنا ماذا يريد. أؤكد على ما أكرره في كل لقاء مع كل حكومة جديدة ومع كل مسؤول جديد يستلم منصب، هو التواضع. تمسكوا بالتواضع، لأن الإنسان المغرور هو إنسان فارغ من الداخل وهو إنسان فاشل. المنصب لا يعطينا القيمة، نحن نعطي القيمة للمنصب. المنصب هو الفارغ ونحن نملأه بالعمل وبالأفكار الصحيحة. أتمنى لكم كل التوفيق في مهامكم، وأتمنى نكون كلنا جميعنا عند حسن ظن المواطن فينا، وأن نرتقي جميعا بأدائنا لمستوى طموحات المواطن الكبيرة بالرغم من الظروف الصعبة والقاسية التي تمر بها سوريا. وشكرا لكم. يا ليتني معكم، يا ليتني معكم يا أوفى الرجال.
يا ليتني معكم يا قمم الجبال، يا ليتني معكم يا أسود الأرض، فأنتم فخر سوريا وعزها ومجدها، أنتم الأعلون وأنتم رجال الأرض، أنتم جيش سوريا وحامين ترابها، يا ليتني معكم ومنكم يا الجيش العربي السوري، لأدافع عن سوريا، لأدافع عن سوريا وعن أهلها.